مرحبا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز. هنركز في هذه التغطية على العلاقات المصرية الأردنية في إطار اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمان برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصونة. إذن مشاهدينا الكرام، استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها لعمان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وأشاد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء بعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط مصر والأردن، معربا عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتنسيق متواصل، مشيدا بتطابق المواقف والرؤى بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعا لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، لا سيما في المجالين التجاري والاستثماري. جاء ذلك في كلمة مدبولي خلال انعقاد أعمال الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة مدبولي ورئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصونة. واستهل مدبولي كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتطلع لأن تحقق اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة نتائج ملموسة تسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين بما يتسق مع رؤية وتطلعات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أننا نلمس مدى متانة العلاقة عبر توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي. كما أثنى مدبولي على عمل الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من الجانبين وما بذلوه من جهد على مدار الأيام الماضية لضمان خروج اجتماع اليوم بنتائج ملموسة تلبي تطلعات الشعبين. وأشاد رئيس الوزراء بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة منذ انطلاقها، الذي اعتبره نموذجا يحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، مؤكدا في السياق ذاته على المسؤولية التي يتحملها الطرفان لمواكبة مستجدات العمل المشترك من خلال دفع الاتصالات المباشرة بين المعنيين في مختلف المجالات وبشكل مستمر على مدار العام لتذليل أي عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون. وأشار إلى أن هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني، كما أن هناك تواصلا مباشرا بين الوزراء من الجانبين، مشددا على أهمية هذا التواصل في دفع العلاقات وتجاوز أي معوقات بيروقراطية. ولفت إلى أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها 30 في تحقيق منجزات مهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة، من أهمها الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة بصفة عامة، مشيرا إلى أن خط الغاز العربي كان واحدا من مخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالة الطوارئ وفق الأطر التي تحافظ على أمن الطاقة لكلا البلدين، تجسيدا لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع، ومضيفا أن خط الربط الكهربائي الأحالي بين بلدينا يعد مشروعا رائدا، كما أن هناك اهتماما بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى، ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد. ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، برحب بحضرتك أولا على شاشة إكسترا نيوز، ولو ألقينا الضوء على أهمية انعقاد هذه الدورة الحالية وأيضا هذه الاجتماعات المكثفة مع الأردن وأهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. بداية طبعا مساء الخير على حضرتك أستاذة فضول، ومساء الخير على السادة المشاهدين. طبعا الاجتماع اليوم طبعا يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية علاقتها المتميزة مع الأردن، ودي الاجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وهي
منتظمة، يعني ما فيش أي اجتماعات تم تأجيلها، ولكنها هي منتظمة. كل الهدف منها زيادة التبادل التجاري بين البلدين، العمل على التنسيق على كافة الأمور والقضايا التي تخص الأردن ومصر في كافة المسارات التجارية والمسارات الاقتصادية، مسار الربط الكهربائي وأيضا مسار الغاز الطبيعي. والنهاردة شفنا توقيع العديد من مذكرات التفاهم كافة المجالات اللي هي والتنسيق بين الوزارات المختلفة في مجال الإعلام، في مجال وزارة الأوقاف، في البريد، في كافة تنسيق كامل وثنائي بين والأردن. وإحنا عارفين أن منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلاقة مع الأردن في أحسن حالتها، وعلاقة متميزة وعلاقة ثنائية قوية جدا. الهدف منها طبعا العمل على درء الصراعات عن المنطقة، العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة العربية. وشفنا التنسيق المصري الأردني في العديد من الأزمات، وأما الأزمة طبعا أو القضية الأم بالنسبة للدول العربية اللي هي القضية الفلسطينية. ده بالجانب أيضا الدعم المصري الأردني للاستقرار داخل دولة. شفنا أيضا الاجتماعات السياسية بين مصر والأردن والعراق، والدور المصري والأردني من أجل العمل على التهدئة بالعراق، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة العراق، والتبادل أيضا والتنسيق الثلاثي بين مصر والأردن والعراق. العلاقات بين مصر والأردن هي بالفعل علاقات متميزة، علاقات قوية. وطبعا التنسيق في طبعا يتم من خلال مصر والأردن أيضا، من خلال تبادلهم ومن خلال أيضا تطابق الرؤى في كافة القضايا اللي في منطقة الشرق الأوسط. لا يوجد أي خلاف، بل بالعكس هناك تطابق واضح في الرؤى بين مصر والأردن. طيب ايه المختلف هذه المرة استاذ جميل؟ احنا بنتكلم على انه هذه الدورة هي 31، ايه اللي تم انجازه على مدار الدورات الماضية؟ ويمكن حضرتك ذكرت انه كان في حرص على انها تقام بشكل مستمر وانه تنعقد دون اي تأخير، ايه المختلف هذه المرة وايه اللي تم انجازه على مدار الدورات اللي فاتت؟ طبعا على مدار الدورات اللي احنا شفنا تنسيق في مجال الغاز الطبيعي وخط الغاز اللي بين مصر والربط الكهربائي، وبجانب طبعا الكهرباء بين مصر والاردن، كل دي تمت خلال الفتره الاخيره، بجانب التنسيق العديد من الامور وفي مجال الاستثمار وفي مجال طبعا زياده بدل التدريب مصر والأردن. في طبعا في هذه الدورة كانت مختلفة، لأن كان في زي ما قلت لحضرتك العديد من مذكرات التفاهم تم التوقيع عليها اليوم بين مصر والأردن، بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأردنية مصرية. أستاذ جميل، أنا مش سامع صوت حضرتك بوضوح، فلو أمكن يعني نقف في حتة فيها إشارة ونرفع صوت قليلا لأنه الصوت بيقطع. تمام كده يا فندم؟ تمام. فالتنسيق أو في هذه الدورة طبعا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين مصر والأردن، بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة أنباء الأردنية، وأيضا وزارتي الأوقاف في البلدين، وزارة السياحة ووزارة ومن خلال البريد وأجهزة عديدة حكومية. إذن تنسيق كامل في هذه الاجتماعات، وأيضا مذكرات التفاهم اللي هي هتعود بالنفع على الدولتين من خلال طبعا مذكرات التفاهم ومن خلال تنفيذ كل ما جاء فيها. هذه الزيارة زيارة مهمة جدا، ولازم نعرف أن الزيارة مهمة ليه، لأنها بتأتي في وقت أيضا صعب على العالم ككل، مش على المنطقة فقط، نظرا للحرب الروسية الأوكرانية وحالة التضخم العالمي الكبرى والأزمات الاقتصادية اللي بيمر بيها دول العالم ككل. فالتنسيق بين مصر والأردن ده مهم في الوقت الحالي، لأن التنسيق والتكامل العربي هو السبيل لعبور هذه الأزمة
بشكل كبير وبشكل سليم في الوقت الحالي. بالأمس ربما تابعنا أيضا استقبال رئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين سمو الشيخ محمد بن زايد وأيضا ملك البحرين. هذا الزخم وتوطيد العلاقات ليس فقط التنسيق المصري الأردني ولكن بشكل عام مع الدول العربية والدول الخليجية أهميته ودلالته يا أستاذ جميل، يعني نحن لا نتحدث فقط عن زخم في العلاقات المصرية الأردنية ولكن هناك يعني أيضا يعني علاقات مصر مع الدول العربية والدول الخليجية في زخم الأيام اللي فاتت واستقبال ملوك وشيوخ الدول العربية. هو ده طبعا شيء مهم جدا وده تأكيد على أن السياسة المصرية سياسة متميزة جدا، الهدف منها طبعا أولا الوصول إلى علاقات متميزة مع كل الدول، وإحنا شايفين زي ما قلت لحضرتك منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 العلاقات مع كل الدول العربية كلها علاقات متوازنة في وقت الأزمات وفي وقت الصراعات، وإحنا دلوقتي في وقت أزمة اقتصادية عالمية التكامل العربي ده سبيل للعبور من الأزمة. إحنا شايفين العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة علاقات متميزة منذ عام 2014 ومن قبلها حتى الآن، هناك زيادة في مجالات التبادل التجاري بين البلدين، زيادة أيضا في الاستثمارات بين البلدين، والهدف منها زي ما بقول ان في وقت التكامل العربي وان يكون في زياده للتبادل التجاري وزياده للاستثمارات والعمل في المجال الاقتصادي ده، اعتقد انه يعني هيخفف كثير من وقت الازمه الاقتصاديه العالميه طبعا. نعم. يعني من الملاحظ جدا انه حتى اجتماعات المسؤولين المصريين مع الدول الاخرى هناك اهتمام كبير جدا بان يكون في توطيد في العلاقات التجاريه والاستثماريه، يعني ايضا بغض النظر عن العلاقات السياسيه هناك ايضا اهتمام كبير جدا في انه يكون في زياده في التبادل التجاري والاستثماري وجذب الاستثمارات الى مصر، ده اهميته ايه في هذا التوقيت وطبعا في ظل الاوضاع الجيوسياسيه الصعبه اللي احنا يعني بنعيش فيها؟ هو طبعا احنا في الوقت الحالي لازم نعرف ان مصر بنية تحتية جاذبة للاستثمار بشكل كبير جدا في كافة المجالات، يعني في مجال الزراعة، في مجال قناة السويس، في مجال في المنشآت والمناطق السياحية. أنا بدأت أفقد صوتك يا أستاذ جميل. مصر أصبحت تمتلك في الوقت الحالي بنية تحتية استثمارية قوية جدا من خلال المشروعات القومية الكبرى اللي تمت، فأصبحت الدولة المصرية في الوقت الحالي جاذبة للاستثمار وجاذبة للاستثمار في العديد من المشروعات، وإحنا شفنا خلال الفترة الماضية أن هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة المصرية وخاصة من الدول العربية في مجالات عديدة جدا في الوقت الحالي، في مجالات السياحة، في مجالات قطاعات المصرفية، في المجالات الزراعية وخلافه. إذن التنسيق ده بيعود بالنفع أو زيادة الاستثمارات دي بتعود بالنفع على الدولة المصرية في الوقت الحالي وبتعود أيضا بالنفع على الدول المستثمرة داخل مصر. مصر ليها موقعها المتميز، ليها قدراتها وإمكانياتها البشرية والطاقة البشرية اللي موجودة فيها، طاقة كبيرة قادرة على العمل وقادرة على الإنتاج بشكل متميز أيضا. أشكرك. نعم تفضل أكمل فكرتك. فزيادة الاستثمارات داخل الدولة المصرية في الوقت الحالي من خلال التنسيق مع الدول العربية كذلك. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا ليك يا فندم. We'll be right back.
دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، برحب بك دكتور محمد. تحياتي لسيادتك كمان للمستمعين المشاهدين. نتائج اجتماع الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية حتى الآن وأهميتها وما خرج منها أيضا من نتائج اقتصادية. الحقيقة طبعا الدورة 31 تؤكد استمرارية العلاقة الأردنية المصرية، وفي نفس الوقت تؤكد أيضا عمق العلاقات ما بين القيادتين السياسيتين جلالة الملك وفخامة رئيس الجمهورية. الحقيقة طبعا هناك عوامل كثيرة تجمع ما بين الدولتين وتؤكد أهمية هذا اللقاء في هذا الوقت بالتحديد. حضرتك تعلمي والسادة المشاهدين يعلمون أن المنطقة فيها أشياء كثيرة جدا وفي حالة اضطراب، وفي نفس الوقت العالم في حالة أزمات، وعليه فيأتي التكامل والتعاون ما بين الدولة المصرية والدولة الأردنية في غاية الأهمية، ولا سيما أن هناك علاقات اقتصادية قوية سواء في مجال الاقتصاد أو الاستثمار أو حتى في التبادل التجاري. فلو أخذنا الاستثمارات فهناك مشروعات استثمارية ما بين الدولتين الكبيرتين، وفي نفس الوقت استثمارات أردنية في داخل الدولة المصرية تتجاوز 2 مليار دولار، واستثمارات مصرية في الدولة الأردنية أيضا تتساوى في هذا الشكل. وفي نفس الوقت أيضا هناك تجارة خارجية ما بين الدولتين في مجالات كثيرة جدا، سواء في مجال الأدوية أو في مجال الكهرباء أو السلع الغذائية أو الفواكه أو السلع الكيميائية أو غير ذلك، فهي تشمل كافة المجالات. لكن لو أخذنا أهمية هذا اللقاء في هذا التوقيت بالتحديد، فهو هناك مشاكل أو تذليل العقبات ما بين الدولتين في مجال التجارة. هناك الدولة الأردنية بتصنع أدوية، وهناك أيضا الدولة المصرية تصنع أدوية، فهناك لابد أن تتغلب الدولتين على تسجيل ومرور الدواء في تسجيل الدواء الأردني في داخل الدولة المصرية علشان يكون في هذه الحالة تبادل، وأيضا هناك سهولة تصدير الدواء المصري، ومن ثم يأتي التكامل ما بين الدولتين في مجال الصحة أو في مجال. بس من المفترض يا دكتور محمد أنه هذه اللجنة قالت أنه تم القضاء على المعوقات والتحديات، فهل هل هذه المشكلة تحلت؟ أهم نقطة أن هي هذا الأمر، وده يؤكد أن في وزير الصحة كان موجود في هذا الوفد على أساس أن هذه المشكلة كانت موجودة بقى لها فترة طويلة. المشكلة الثانية برضو هو اللي كان الحل هو مرور السفن والشاحنات الأردنية إلى ليبيا، وفي نفس الوقت أيضا هناك كان مرور معين، وبالتالي أصبح هناك تم القضاء على هذا الأمر. الأمر الثالث كمان حل هذه المشكلة، الأمر الثالث وهو أن خط البصرة على العقبة القاهرة، وهو خط الغاز المطلوب ده، وأعتقد هذا الأمر كان على مستوى العلاقات الثلاثية الأردن مصر العراق، وهذا الأمر أيضا يعد من النقاط الأساسية في العلاقات وفي التبادل التجاري وفي دعم التعاون العربي أو الاقتصاد العربي. هنا في هذه الحالة يؤكد أن هنا أن احنا الدولتين تؤكد على علاقة استراتيجية اقتصادية وتجارية عشان تقدر تجابه الأزمات الدولية أو تقدر تجابه الأزمات الموجودة، ولا سيما تعد هذا نقطة بناء نواة إقليمية اقتصادية موجودة في المنطقة العربية. هذه النواة إذا تم بنائها بشكل جيد وتم وفق الرؤى المختلفة، فسيعتبر هنا بناء إقليمي اقتصادي عربي قوي يستطيع أن يمد الوطن العربي ويستطيع أن يستعمل وفق القدرات المؤسسية في داخل الوطن العربي، وفي نفس الوقت يستخدم القدرات للدول المختلفة عشان تقدر تواجه الأزمة الموجودة. الحاجة الثالثة وهو الغاز والكهرباء، هناك أيضا موجود تكامل ما بين الدولتين، وأيضا في هذه الحالة لابد أن يكون ربط الكهرباء والغاز ما بين الدولتين امتدادا أيضا حتى يكتمل في المنطقة العربية. الأمر المهم كمان وهو مشاكل العمالة والسياحة، لأن هناك عوامل كبيرة جدا مشتركة ما بين مصر والأردن في العمالة المصرية اللي موجودة في الأردن، وأيضا برضو العمالة الأردنية أو بعض الأردنيين والسياحة الأردنية فيه. وبالتالي هنا من هذه النقاط نؤكد على أهمية هذا اللقاء في هذا التوقيت، ضرورة التكامل العربي، ولا سيما أن الدولة المصرية والدولة الأردنية هناك علاقات تتجاوز أكثر من 80 سنة، علاقات وطيدة، وفي كل القضايا العربية وكل النقاط الاختناق العربية
كان دائما هناك نقطة إنارة أو دائما بؤرة أنواء نور بتخرج من هذه المنطقة، سواء ما كان في الفترة الثمانينات القرن الماضي والتسعينات القرن الماضي، وأيضا النهاردة فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع من خلال جهوده الحثيثة أن يدعم العلاقة ما بين جلالة الملك الأردن، وبالتالي هنا أدى إلى إيه؟ أدى إلى زيادة التعاون التجاري ما بين الدولتين. صحيح هو لا يرقى إلى طموح القيادتين ولا الشعبين، لكن في ضوء الإمكانات المحدودة وفي ضوء طبيعة الاقتصاديات الموجودة أعتقد أن هذا النمو يصب في جانب العلاقات الاقتصادية. الأمر الثاني كمان التعاون الاستراتيجي الاقتصادي، وهو بناء العراق الأردن مصر، وأيضا في هذا الحالة تم خطوات كبيرة جدا خلال الثلاث سنوات الماضية، وأعتقد أن الأمر هذا الأمر استطاعت القيادتين المصرية والأردنية أنهم يحسوا أو يأتوا بالعراق في هذا الجانب. والنهاردة أصبح الخط البصرة العقبة المصر النهاردة أحد النتائج الأساسية لتصدير الغاز. كل ده بيقول لنا أن النهاردة هناك هذا الاجتماع يبشر بأن هناك علاقات اقتصادية عربية قوية، ويبشر بأن الدول العربية النهاردة تستطيع أن تبني علاقات إقليمية وتبادل تجاري ما بين الدولتين، ولا سيما أن العلاقة الوطيدة والتعاون ما بين الدولتين دائما هادئ ودائما يحكمه الأخوة. نعم، وصلت الفكرة يا دكتور محمد. شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات المصرية الأردنية انتقلت إلى مرحلة التطوير بمشاريع جديدة، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخصاونة في العاصمة عمان عقب اجتماعات العليا المشتركة بين البلدين، أوضح مدبولي أن العلاقة الوثيقة بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني انعكست على دعم العلاقات وتقوية الروابط والخروج بنتائج ملموسة تلامس تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. أرحب بكل ما شرحت دولتكم اليوم من نقاشات وحوارات قمنا بها في اللجنة الدورة الواحدة 31 من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، والحقيقة كلها مشروعات مهمة جدا لبلدينا، وبتأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، وهو ما نلمسه دائما من توجيهات قيادة البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للحكومتين، بتوطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا ارتباطا بالروابط التاريخية الطويلة الكبيرة والروابط المشتركة بين شعبينا. والحقيقة انني سعيد اليوم، وده الحقيقة اللي انا يعني اوضحته النهاردة في بداية الجلسة، ان احنا على مدار السنوات القليلة الماضية تغلبنا على اغلب التحديات والمشاكل اللي كانت بتواجه واللي كانت دائما موضوع لنقاش اللجنة المشتركة، وأصبح النهاردة بننتقل إلى علاقة أخرى، إن إحنا بننظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في مشروعات جديدة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصونة أن العلاقات الأردنية المصرية تعد مثالا يحتذى به في العمل العربي المشترك، موضحا أن اللجنة الأردنية المصرية العليا تعد من أكثر اللجان في الوطن العربي انتظاما وإنتاجا، موضحا أن الدورة الحالية استعرضت جميع القضايا التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين. اللجنة المشتركة الأردنية المصرية العليا التي كما أسلفت انعقدت في دور انعقادها 31، هذه اللجنة المشتركة العليا هي من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظاما، إن لم تكن أكثرها انتظاما وأفخر بأن أقول أيضا إنتاجا. اليوم راجعت اللجنة المشتركة العليا في دورتها 31 المنجز ما بين دور انعقادها السابق الذي استضافته القاهرة ودور انعقادها الحالي التي تشرف المملكة الأردنية الهاشمية باستضافته.
واستعرضنا الإنجازات التي تتحقق وتحققت في هذا الإطار بما فيها ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين بعيدا عن أي عوائق أو معيقات من أي نوع ومن أي نمط، وخصوصا الشاحنات التي تمر عبر وسائط الترانزيت. استعرضنا أيضا جملة من القضايا التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية. برحب بحضرتك يا أستاذة هند، ولو يعني سلطت الضوء على أهمية التكامل العربي مع زخم العلاقات الثنائية سواء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من الإمارات والبحرين أو حتى على مستوى الوزراء والمسؤولين. بعد تحية لك وللمشاهدين، يعني الاتحاد قوة على أي حال، والتكامل العربي مطلوب نظرا للتحديات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط على تداعيات صراع الأقطاب والحرب العالمية التي باتت تتبلور الآن ما بين القوى الكبرى والمحورين. كانت البداية أو العلاقات تحديدا ما بين مصر والأردن هي علاقات استراتيجية تاريخيا، ولكن كانت تعتمد بشكل أساسي على التطابق السياسي والتعاون الأمني. مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة ملك الأردن حدث تطور لهذه العلاقات وإعادة هيكلتها بما يخدم المصلحة العربية العليا، وهي تحقيق التكامل الاقتصادي خاصة بعد جائحة كورونا وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية، وحتى الآن بعد تهديد سلاسل الغذاء نتيجة ما يحدث في أوكرانيا وقد يتبلور لأماكن أخرى. أيضا الأمر يتطابق مع أو يتشابه مع العلاقات المصرية الإماراتية والبحرينية. هناك توافق سياسي أدى في النهاية للتكامل الأمني والرغبة المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط فيها موارد، فيها طاقة، فيها رؤوس أموال، فيها أيادي عاملة. هذا لا أعتقد أنه يتوفر لدى دولة واحدة، ولكن يتوفر لعدد من الدول. مصر لديها الخبرة الاقتصادية الكبيرة، لديها مصانع وشركات قطاع خاص وقطاع عام. الأردن تلعب دور مهم نظرا للجغرافيا السياسية المتميزة التي تتمتع بها الآن، وفي ظل الصراع على منطقة الشرق الأوسط الإمارات لديها أيضا خبرة اقتصادية ورؤوس أموال وطاقة، وبالتالي مصر كانت تسعى من البداية وحتى قبل جائحة كورونا لتحقيق تكامل اقتصادي، لأنها استشرفت المستقبل وكانت تعلم أنه سيكون هناك صراع دولي يتطلب أن نوفر احتياجاتنا في منطقة الشرق الأوسط دون الاعتماد الكامل على القوى الكبرى. طيب ماذا عن يعني اجتماع الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية التي عقدت؟ إيه المختلف هذه المرة وأهميتها وأهمية طبعا الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها؟ طبعا يعني الأهمية بأن هناك ما زال استمرار دي متابعة ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة، بحث التطورات في هذه المنطقة والمشروعات اللي تم اعتمادها ما بين مصر والأردن من جانب، وضمن الألية الثلاثية التي تجمع مصر والأردن والعراق من جانب آخر. طبعا الأهم هو مشروع الربط الكهربائي اللي تم اعتماده ما بين مصر والأردن، وأيضا أنبوب النفط الذي يمتد من البصرة عبر الأردن إلى الأراضي المصرية لإعادة تكريره وإعادة تصديره إلى أوروبا نظرا للأزمة التي تتعلق بالطاقة الآن وتوفير الغاز والكهرباء في الدول الأوروبية التي تعاني الآن بعد الصراع مع روسيا المورد الرئيسي للغاز في هذه المنطقة. اليوم نتحدث عن يعني التضاعف حجم الطاقة أو الكهرباء الممتدة أو المشروع المشترك ما بين الدولتين. نتحدث عن مشروعات جديدة، عن الجسر البري الذي يمكن أن أو الطريق البري الذي يربط العراق بمصر عبر الأردن لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، عن ترانزيت أو تجارة الترانزيت ما بين مصر والأردن. وأيضا نتحدث عن مشروع آخر أو كان قديم تم البحث حوله، هو مد يعني لبنان بالكهرباء عبر الأراضي السورية من الأردن عبر طبعا الغاز والطاقة من مصر. كل هذه المشروعات الآن يعني يتم اتخاذ خطوات فعلية فيها في هذه المرحلة نظرا لأن الوضع غير مستقر، ونحن نتسارع مع الزمن لتحقيق هذه الأهداف قبل أن تشتد الأزمة العالمية. نعم، أوضحت اللجنة العليا المصرية الأردنية أنه كان هناك بعض التحديات وتم العمل على إزالتها. أهمية أنه يتم إلقاء الضوء بشكل عام على التحديات اللي بتواجه الاستثمار أو التعاون في التبادل التجاري، وأهمية إزالتها يعني في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها في الوقت الحالي، وإن احنا كمان يعني نريد جذب الاستثمارات.
طبعا التحديات كبيرة جدا، خاصة في منطقة مليئة بالصراعات كمنطقة الشرق الأوسط. تعلمي أن الأردن يعني لديها حدود مع دول مفخخة من الداخل، وبالتالي إنشاء أي مشروع يتعلق بدول أخرى لابد أن توفري أنت كالأردن أو حتى كمصر العامل الأمني حتى تستطيع تشجيع المستثمر وتحقيق الضمانات الخاصة به حتى يعطي أو يضع أمواله في هذا المشروع. أنا أعتقد أن يعني موضوع التحديات يعني بالفعل مصر من خلال التعاون مع القوى الكبرى وكذلك الأردن وعلاقتها الوطيدة مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا استطاعت أن تأخذ موافقات على بعض المشروعات التي كان موضوع عليها فيتو لأنها تتعلق بدول أخرى عليها عقوبات. مصر لعبت دور كبير في هذا الأمر من خلال طبعا متى تم الاتفاق عليه ما يخص لبنان وما يخص سوريا وحتى العراق. الآن كان التحدي الأساسي أن هناك دول أخرى، لا أقصد طبعا الغربيين يعني، ولكن دول إقليمية تهدد الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وهي استطاعت أن تبني شبكة كبيرة من العلاقات الاقتصادية المشبوهة في يعني دول عربية معروفة. نحن الآن نستطيع بالتفاهمات وآلية دبلوماسية فعالة أن نبني هذه المشروعات ونعود للعمق العربي ونحقق توافق عربي مدعوم من القوى الكبرى لإقامة مثل هذه المشروعات دون أن نأتي على حقوق أحد. أعتقد هذا هو التحدي الأساسي والرئيسي، هو انتشار بؤر الصراعات وتصارع بعض القوى الإقليمية الغير عربية وكذلك الدول. أهمية تنسيق المواقف كمان يا أستاذة هند، يعني في ظل هذه الظروف أهمية وجود تنسيق في المواقف في مختلف القضايا العربية والإقليمية ما بين مصر والدول العربية. التحديات الآن المفروض على منطقة الشرق الأوسط وعلى أفريقيا لا تستطيع دولة بمفردها سواء كانت إقليمية عربية أو غير عربية أن يعني تتحداها أو تقف في مواجهتها. الحل الوحيد هو تحقيق التوافق ما بين أكبر قوى عربية موجودة حاليا. هذا بالفعل يعني مصر تحققه على عدة مستويات. يعني الآن تجدي أن هناك تسابق مثلا ما بين مصر والأردن فيما يحدث أو في مواجهة ما يحدث من تصعيد في الضفة. تجدي أيضا أن مصر مع بعض الدول لديها نفس الموقف في قمة الجوار. استطاعت مصر أن تجمع الجوار السوداني لديها وتحقق توافق نسبي ملموس على رفض استمرار الحرب في السودان. وبالتالي أنا أعتقد أن مصر يعني تلعب على هذا يعني الملف بشكل كبير، بتحقق أكبر توافق سواء كان على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي لمواجهة التحديات المفروضة على المنطقة نتيجة الصراع الدولي. نعم. وهذا أعتقد هو الأكثر إفادة في هذه المرحلة. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة هند الضوي الكاتبة الصحفية. مشاهدينا نذهب لفاصل ومن بعده هنكمل هذه التغطية الإخبارية على شاشة إكسترا نيوز. صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين. السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا. برحب بحضرتكم مرة أخرى على شاشة إكسترا نيوز. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اجتماع الآلية الوزارية الخاصة بالسودان في العاصمة التشادية أنجمينا يأتي ترجمة لمقررات قمة القاهرة لدى دول الجوار جوار السودان في يوليو الماضي. وأوضح في كلمة له في مستهل الاجتماع أن الآلية الوزارية تهدف للتوصل إلى خطوات منسقة لمعالجة مسببات الأزمة الراهنة لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. يأتي اجتماعنا اليوم لترجمة مقررات قمة القاهرة لدول جوار السودان يوم 13 يوليو الماضي إلى رؤية تنفيذية وخطوات منسقة تسهم في معالجة مسببات الأزمة الراهنة حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق
وحفاظا على وحدة وتماسك الدولة ومؤسساتها، وللحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة على دول الجوار. إن اجتماع الآلية الوزارية لدول جوار السودان في نجمين اليوم تترقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني التي تئن وترتجف ذعرا كل يوم تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات في مختلف ربوع السودان. كما أكد وزير الخارجية أن مصر لم تدخر جهدا من أجل لم شمل السودانيين، موضحا أن مصر واصلت جهودها لتقديم المساعدات الإغاثية وكافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان لتخفيف من معاناتهم الإنسانية. إن مصر وهي تطرح رؤيتها للتحرك لمعالجة الأزمة السودانية في إطار آلية دول الجوار لم تدخر جهدا في أن تبدأ بخطوات عملية في سبيل تحقيق هدف لم الشمل السوداني بمعالجة جذور الأزمة. فقد حرصت مصر عقب انتهاء قمة القاهرة على تيسير التواصل بين الأشقاء السودانيين لتمكينهم من إيجاد أرضية مشتركة وبلورة رؤية وطنية متكاملة وواعية تعالج جذور الأزمة وتمهد الطريق أمام بدء عملية سياسية شاملة. ومن هنا جاءت اجتماعات قوى الحرية والتغيير بشقيها المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية في القاهرة يوم 24 و 25 يوليو الماضي، فخطوة هامة ومحورية في اتجاه بناء توافق مدني عريض يسهم في حل الأزمة من منظور شامل ومن ملكية سودانية. كما وصلت مصر جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية وكافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان لتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تتفاقم بشكل يومي وبلورة متسارعة في ظل استمرار سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء. الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة، خبير الشؤون العربية، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ خلود. اهلا بك. يعني جهود مصر خلال الفتره الاخيره في لم شمل السودانيين، وطبعا من خلال استضافه قمه دول جوار السودان ومن قبلها الكثير من الجهود في هذا الاطار. الحقيقه العلاقات مصر الخارجيه في عهد رئيس عبد الفتاح السيسي بيحكمها اطارين مهمين جدا. يمكن للمصادفة أن الجزء الأول من تخطيطكم كان بيتعلق بالإطار الأول وهو المرتبط بالتنمية والتعاون المشترك مع الدول المنطقة. الإطار الثاني بيمرتبط بالسلام ودعم الاستقرار والأمن لدول الشقيقة والدول المنطقة بكاملها، وهما دول الإطارين الأساسيين اللي بيحكموا فلسفة العمل المصري. زي ما احنا شايفين رئيس الوزراء في الأردن، وزير الخارجية في تشاد من أجل السودان الشقيق ومن أجل تفعيل قمة الدول الآلية الوزارية لدول الجوار، وهي إحدى مخرجات قمة دول الجوار التي عقدت في مصر واحتضنتها القاهرة قبل 3 أسابيع. الحقيقة مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في السودان وهي تقف في صف الشعب السوداني ومن أجل الشعب السوداني وتجتهد عبر مسارات متعددة، ربما لن يكون آخرها هو قمة دول الجوار والآلية الوزارية الخاصة بها التي تمثل أمل حقيقي كما وصف وزير الخارجية سامح شكري في كلمته للشعب السوداني، لملايين الشعب السوداني التي تنتظر أي انفراج للأزمة. لسوء الحظ أن اجتماع الوزراء الخارجية اليوم ينعقد والوضع في السودان يزداد سوءا، الأوضاع ووضع حال الشعب السوداني مع معاناة ما يجري في محيط الخرطوم الكبرى العاصمة شديد السوء وشديد القسوة وشديد الصعوبة، وربما يعني الأزمة يعني كل يوم بيمر عليها يعني بنخشى مصير أصعب. لهذا تأتي أهمية اجتماع الآلية الوزارية اليوم التي تستكمل وتسعى بجدية كما وصف وزير الخارجية المصري إلى وضع حلول حقيقية
فاعلة للأزمة السودانية، ربما ترتبط بوقف إطلاق النار والوصول أو التواصل مع أطراف الأزمة للتحاور معا، إيصال مساعدات إنسانية، توفير مناطق آمنة لإيصال مساعدات إنسانية، توفير سبل لحياة اللاجئين اللي يعني اللي جزء من الأزمة تصدى لدول الجوار بالفعل. لهذا هي الأكثر تأثرا والأكثر يعني التزاما بهذه الأزمة اللي بتحصل في السودان. مصر لا يتوقف دورها فقط على تفعيل يعني مقارات قمة دول الجوار، وإن كانت خلال الأسابيع الماضية أيضا احتضنت اجتماع لقوى الحرية والتغيير المدنية السودانية، ومصر تحاول جاهدة أن توفر الحل السوداني لهذه الأزمة منذ اندلاع الأزمة في يومها الأول، ومصر تجاهد من هذا من أجل هذا وترفض التدخلات الخارجية. صحيح، مصر ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى وتعمل على إحلال أيضا السلام، ودي فلسفة العمل المصري منذ فترة طويلة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة خبير الشؤون العربية. انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أسامة السعيد الخبير في الشؤون العربية. برحب بك يا أستاذ أسامة، ولو تحدثنا أكثر عن هذه الفلسفة، فلسفة السياسة الخارجية المصرية منذ فترة، سواء من خلال تحقيق التكامل العربي والبناء والتنمية، وفي نفس الوقت إحلال السلام وحقن إن دماء الشعوب ومنها طبعا الشعب السوداني الشقيق، كيف تراه؟ يعني أولا مصر بتنطلق من مجموعة كبيرة من الثوابت التي تؤكد مصداقية الدولة المصرية ودورها المحوري في الإقليم. نعم. يمكن حضرتك أشرت إلى أكثر من مرتكز من هذه المرتكزات، مسألة التنمية، مسألة حماية السلام، مسألة أيضا احترام إرادة الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. يمكن السياسة الخارجية المصرية على مدى 10 سنوات الماضية واجهت الكثير من الصعوبات التي تواجه المنطقة، منطقة ملتهبة مضطربة تعاني انقسامات حادة، تدخلات خارجية بشكل غير مسبوق في مصائر العديد من الشعوب والدول العربية. الحقيقة ده أيضا فضلا عن أنه بيمثل تحدي بالنسبة لمنظومة الأمن القومي العربي، لكن أيضا كان بيمثل تحدي للسياسة الخارجية المصرية، كيف يمكن أن تدير سياسة رشيدة وعقلانية وهادئة في ظل الإقليم مضطرب وتدخلات خارجية غير مسبوقة. ولكن الحقيقة أن مصر نجحت بالفعل في إدارة هذه السياسة، نجحت في أن تبني تكتلات عربية قادرة على التصدي للمشاريع الخارجية. مصر أيضا تحركت على مستويات مختلفة للملمة الشتات في كثير من الدول وإطفاء الحرائق في الإقليم. ويمكن القضية السودانية ربما كانت هي الأحدث، ولكنها أيضا من بين الأخطر التي يواجهها الإقليم بالنظر للتداعيات الكبيرة، سواء على المستوى الإنساني، سواء على المستوى الأمني، أيضا على المخاوف من تدهور الأوضاع في السودان بما يؤثر على دول الجوار. لذلك ستجدي مصر منذ اللحظة الأولى تحركت وفق رؤية واضحة للملف السوداني وللأبعاد المختلفة للأزمة السودانية، لم تقتصر فقط على التواصل مع أطراف الأزمة، ولكن أيضا تواصلت مع دول الجوار، مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، تحركت أيضا على المستويات الدولية لتأمين أكبر دعم إنساني ممكن للشعب السوداني الشقيق، فتحت أيضا أبوابها لاحتضان آلاف وعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف أيضا من السودانيين، فضلا عن الملايين الذين كانوا يعيشون على أراضيها منذ سنوات طويلة. هذا أيضا دور إنساني لا ينسى للقاهرة في هذه الأزمة، وبالتالي سنجد أن القاهرة ربما هي الدولة الأكثر نشاطا، الأكثر تحركا، الأكثر فاعلية في هذا الملف، وما تحقق سواء في دول جوار السودان أو آلية وزراء الخارجية بتقديري هو نجاح للدبلوماسية. شكرا أستاذ أسامة السعيد الخبير في الشؤون العربية. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، كنت مع حضرتكم أنا خلود زهران، والشكر أيضا موصول دائما من فريق العمل. ابقوا دائما برفقتنا وإلى اللقاء.